راح اسوي مقلب عبود، مقلب الجن. جبت هذا القناع، شوفوا. او ماي جاد، شكله يخوف طالو. كيف؟ او ماي جاد، شو شكله؟ والله انا خفت. انا واختي بالمقلب عبد الله، حتى اختي لبست كاستم. شوفوا انا بلبس قناع الشبح. مستعدين تشوفون اختي؟ 1 2 3 ترى. او ماي جاد، هي مشاركه بعرف المقلب. صح، هي بس تلبس ثوب الشبح. اخوي نايم تحت في الصاله بلبس الثوب وبخوفه. على فكره هو وايد يخاف من الجن، فنحن فكرنا بهالمقلب. يا رب يضبط. مشاركه معنا اختنا بعد. يلا البس بسرعه قبل ما اخوي يقوم من النوم. يلا يلا شباب، ما شبك يخوف الثوب. يلا البسي البسي. يلا سكري، يلا سكري يا نورة. شوفوا يلا بلبس هالقطعة. اوه شوف كيف شكله يخوف. الحين بلبس قناع المخيف. اوه شوف كيف. يلا البسي. اوه شكله يخوف. يلا حاول البس هذا. ابدا ما تبين شفه. شوفوا شو بتكلمي. انا ايفن لا. صراحه لو شفت سويت لها المقلب والله بخاف. الله يعين عبد الله. ايش نايم؟ يلا المقلبة. يلا يلا يلا. بسم الله بسم الله. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله، قوم قوم. لا بسم الله، لا بسم الله، بسم الله. انا مش خارجين. بسم الله بسم الله. طلع كابوس ما اعرف كيف، وكان نايم خوفوه. بسم الله، اليوم كله شكلهم يخوفونا. لو اشوفه 100 مره بعد بخاف. او ماي جاد، شوفوا ثاني مره يا ولد تسوي المقال، بس انا بغرفتي احسن. او ماي جاد، تعال نام تحت الصاله. الحمد لله نجح المقلب. يس. والله ردة فعلك كانت تضحك. شو زي كبير من المخدات؟ ايه طلعت لعبة مقلب يا اروى. شو رايك من المقلب امي تخاف من الاقنعة؟ اوكي اوكي اوكي، حلو حلو الفكرة. اوكي شفا، يلا جاهزين مقلب امي؟ يلا يلا 1 2 3. يلا تعال تعال يلا. شكرا والله يخوف. مستنى امي تجي ونمقلبها. شوفوا بيوقفوا عند الباب. شوفوا بسم الله كانوا حرس يخوفوا. اوكي مرة ثانية سوي خوفيني. اوكي ما اخاف يعني، تعب لما اشوفه. يما شو رايك في المقلب؟ والله خوف خوف. واو كان يضحك منه. والله العظيم حقيقة انا لما اشوفه ما اخاف منه. هي والله بس خوف. خوف والله.
شوية يعني يرعب. واو لا 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 اليوم سوينا مقالة في البيت. تخيلوا ان امي خافت من شكله. اوه ماي جاد شو شكله صدق والله يخوف. وبس هذا كان مقلب اليوم ان شاء الله يعجبكم. مع السلامة باي. هلا امي عبد الله خافوا. نحن عاصفين عاصفين نعتذر. الحين بسوي في شفاه مقلب العصير. تعرفوا شو الفكرة؟ اني بفرغ العصير بكوب بعدين بدخل داخل العصير بالونه بحط فيها ماي وشفاء اول ما بتفتح العصير بيصب فيها كله ماي. اوكي اول شيء بفرغ العصير. اوكي خلاص فضيت العصير الحين بقصها من تحت. يلا بقصها قصها قصها. الحين جبت بالونه بدخلها داخل العلبه. يلا اثبتها من فوق. اوكي شوفوا ثبتت البالونه. شوفوا قاعد اعبي البالونه ماي. يلا اوكي سكرت العلبه. شوفوا داخل ماي. شوفوا البالونه او ماي جاد. شوفوا يبين عصير طبيعي بس هو يوم تفتحها بيطلع نافوره ماي. اوكي يلا نادي شفاء. معلومه شفاء تحب العصير بقولها جبت لك عصير وسامحيني اني سويت المقالب وبعدين تفتحها بتفاجئ انه في مقلب. يلا روح نادي شفاء. شفاء تعالي تعالي. اوكي جبت لك عصير لاني اليوم مقلبتش سامحيني اسفه. اوكي يلا شكرا. مقلب دخل داخل العصير بالونه. جيبي جيبي العصير. دخل داخل العصير بالونه بعدين صار في ضغط وصار يطلع مثل نافورة ماي بالعصير. كيف المقلب كان؟ ليش عصبتي؟ تعالي تعالي تبلشت كل ماي. شباب اسفه مقلب. لا تعصبي ابدا ما نضحك. شفا مقلب الحلو. شفا عصبت والله عصبت. الحين بسوي لها مقلب الاستشوار. جبت استشوار وجبت بودره هاي وادخل البودره داخل الاستشوار بعدين شوف لما تفتح الاستشوار شعرها كله يصير باودر. يلا بدخل البودره داخل الاستشوار. بسم الله بس يكفي. اوه ماي جاد اليوم شفا اكلت مني وايد مقالب. ان شاء الله يضبط هالمقلب. بس بخلي الكاميرا شغاله واروح وان شاء الله يضبط المقلب. يا ربي خايفه. شفا مقلب كيف تعال؟ ابدا مو حلو. اعطيني اياها. شوف كل المقلب.